موقع أنا السلفي. القرآن واجه النبي صلى الله عليه وسلم به العرب وقال لهم أن هذا هو كلام الله، وانقطعت حجتهم فلم يزعموا أن عندهم مثله وأنهم يطيقون مثله، ومع ذلك فاستمر القرآن ينزل بالتأكيد على أنهم لم ولن يستطيعوا، وعلى أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله له، حتى وإن كان الناس كلهم عدو له. هذا الخبر اللي احنا آمنا به بعد ما وصلنا القرآن كله، أو كان ينبغي أن نؤمن به لو أنه قرئ علينا القرآن مفرقا، لكان ينبغي علينا أن نؤمن مع أول ما نسمع من آياته، ثم أن الذين آمنوا به أن هذا من عند الله، لما نزل عليهم قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، أيقنوا كخبر مش كقضية عقلية أنه يستحيل أن أحد يأتي إلى يدخل في كلام الله ما ليس منه ويكذب ويقول أن هذا من عند الله، ولكن صار هنا خبر إنما وثقنا به لأن ما قبله مما نزل من آيات أثبت أن هذا كلام الله، فجاءنا الكلام من عند الله بأن هذا القرآن محفوظ. ونحن الآن 15 قرنا من الزمان مرت بها الأمة الإسلامية بأطوار، وتعرضت لانتكاسات، وسيطر عليها الأعداء في مواطن وفي فترات، وما ذا المصداق ذلك قائم. من لم يرى في هذا حجة على أن القرآن كلام الله فليتهم عقله. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومستضعف يقول جملة من الآيات ما كانش بلغت نسبة تذكر من القرآن الآن، فيسخر الأعداء فينزل عليه قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هم شايفين أو بيدعوا أن هذا الكلام أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، فبنقول لهم طيب يعني كيف أتى بكل هذه الثقة مع كل هذا العجز والضعف، وكيف تسنى عبر 15 قرنا والأعداء يريدون تبديل الشر؟ طبعا الزعم ان مفيش أعداء ده أمر يبقى صاحبه محتاج فعلا انه يعني يوضع في إحدى المصحات العقلية. الأعداء إلى يومنا هذا ويعني بيتكلفوا ملايين الدولارات عشان بس يساوم المسلمين في قضية أو اتنين، وقبلها ملايين الدولارات في حروب وبعدها ولقاءات وتربيطات، وإن الدنيا دي كلها يعني وجود من يصر على عدم المساومة ولو كان في جبال، تصريحا كده خطر على البشرية عند هؤلاء القوم. فإذا في أعداء، والأعداء دول أكيد حاولوا يحرفوا القرآن لأنهم بيحاولوا يحرفوا الدين، وفرق بين تحريف الدين وتحريف القرآن، هم بيحاولوا ينسبوا إلى الدين ما ليس منه، وده حصل وبيحصل. ولكن طالما بقي القرآن والسنة يقوم اللي يحرف يلفظ. جه ذكرنا الكلام ده قبل كده، وأيضا من رسالة الطريق إلى ثقافتنا العلامة محمود شاكر، جه نابليون وادعى أنه مسلم، وادعى لما ما يعني ما راجتش دي ادعى على الأقل أن القواسم المشتركة بين الفرنسيين والمسلمين يعني قواسم كثيرة جدا إلى آخر ذلك، ووضع 9 من علماء الأزهر ديوان يحكم القاهرة، رفض 3 منهم و6 وافقوا، واستبدل الثلاثة بثلاثة تانيين، 9 الكبار في الأزهر وافقوا، ومع ذلك
سليمان الحلبي مش مصري وشاب صغير لم يقنع بالتسعة دول ولا بغيرهم وقطع المفاوز والقفار عشان يجي يقتل كليبر خليفة نابليون، لأن ما قضية فاشلة مش عايزين يتعلموا من التاريخ، أو مش هو ده اللي في إيديهم، زي ما العرب مش عارفين يقولوا حاجة في الآخر لازم يختار حاجة هم مش مقتنعين بيها، بس على الأقل تؤجل المسألة شوي، يقولوا ساحر مش نافعة، كاهن مش نافعة، في الآخر لازم يختاروا حاجة، قالوا ساحر. فبرضه هنا هم عارفين على الأقل ياخد مكاسب من بعض الناس، يقولوا لهم احنا موافقين على مبادئ الحضارة الغربية وان دي لا تتعارض مع الإسلام، مع ان هم عارفين طالما بقي القرآن وبقيت السنة فإن اللي وافقوا دول يزولون ويظل حكم الشرع كما هو.